بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اليوم قدمنا مستوى جدا ممتاز، ظهرنا مستوى كنا راضين فيه عن نفسنا وكنا نطمح للفوز. احنا ابد مو مستانسين على التعادل، لان انت شايف فوضنا، احنا الحين المركز الاخير والتعادل ما يسوي لنا شيء، التعادل بالنسبه لنا خساره. فالحمد لله على كل حال، ولاخر دقيقه احنا قاعد نضيع الفرص، ما حالفنا الحظ. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. احنا مو راضيين على التعادل، احنا اليوم داشين المباراه اساسا، داشين المباراه نبي الفوز، عيننا على الفوز، ما مو راضيين بالتعادل نهائيا. الحمد لله قدمنا اللي علينا، والله ما كتب لنا الفوز. مو قدام الفريق كبيرة بعمل نقاط قوية جدا، قدمت على العربي، قدمت على الفريق في الآخر السبب. والله ما أدري، يمكن يكون تحضير المباراة أكثر، لأنها تكون جماهيرية أكثر، متابعة أكثر، الإعلام يكون مركز عليها أكثر، فممكن يكون تقصير منا إحنا اللاعبين، ما أبي أقول إدارة، ما أبي أقول مدربين، يمكن يكون تقصير منا إحنا كلاعبين، لأن المباراة كلها أهمية بالنهاية والكل يكون مركز على اللاعبين فيها. خلينا اليرموك يعني بالنسبه لنا القسم الثاني ما اخذ مع جراح اللي ممكن جراح تكفخ على خاطر ما سمعت مدرب اليرموك قادم اليرموك بنسبه كبيره في القسم الثاني. ايه التركيز الفتره اللي جايه او هيبقى هدفك ايه؟ لاعب تبي ناصر ولا غيره؟ لا اكيد احنا يعني كتحضير راح نحضر، ان احنا للحين ما فقدنا الامل 100%، وان شاء الله راح نقدر نقعد بالدوري الممتاز، واذا ما قدرنا ان شاء الله على طول راح نحاول كثر ما نقدر ان نحضر نفسنا حق دوري درجه ثانيه، ان نصعد المركز الاول ان شاء الله الموسم الجاي نصعد. بس ان شاء الله للحين احنا الطموح للحين موجود، وان شاء الله ما راح نفكر بدوري درجه ثانيه، راح نركز على اللي باقي لنا من المباريات وراح نصعد ان شاء الله. ان شاء الله ما تقصر.